ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هننضف الميكرويف بطريقتين. لو اول مرة تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك. اول طريقة بحب انضف بيها السبراي المنظف للميكرويف والتلاجات ده من ماي واي، عجبني جدا. تفصلي الميكرويف طبعا من الكهرباء، بعدين تشيلي الطبق ده هنغسله عادي في الحوض، وتشيلي الحامل عشان برشه بيه بمسحه. شوف بيطلع الحاجة بمنتهى السهولة بسرعة جدا وريحته حلوة جدا، والأفضل إن انتي ترشيه وتسيبيه 5 دقايق وبعدين تبدأي تنضفيه. تمام، تعالوا نجرب الطريقة التانية. أنا لسه ما كملتش الميكرويف عشان أوريكم الطريقة التانية اللي بستخدمها برضو لتنظيف وتعقيم الميكرويف. طبق كبير عاملاه مية، حطي فيه شوية خل وليمونة، وممكن تزودي شوية من سائل المواعين لو حاسة ان الميكروويف بتاعك فيه دهون كتير وما نضفتهوش من زمان. وتحطي الطبق اللي فيه المية والخل والليمون. هختار اعلى درجة حرارة في الميكروويف، هشغل حوالي 5 دقايق عشان ما عنديش دهون كتير. انتي ممكن تزودي الوقت 10 دقايق، ربع ساعة، لان كل ما المية تسخن اكتر ويبقى فيه بخار كتير زي اللي انت شايفاه ده، كل ما الدهون اللي في الميكرويف هتسيح وهتبقى سهلة في التنظيف اكتر. شايفين البخار اللي طالع منه قد ايه؟ انا عايزة اقول لكم ان المطبخ كله ريحته ليمون. انا دلوقتي فضيت الميكرويف من الطبق ومن الحامل بتاعه، هعمل بسرعة. باخد من الطبق اللي فيه مية وخل السخنة، بس خلي بالك على ايدك بقى. وانت بتنضفي بلاش تيجي جنب اللوحة اللي في الجنب دي اللي على اليمين، سيبيها ما تنضفهاش عشان لو نضفتيها او جه عليها مية ممكن تبوظ. شايفين بقى زي الفل ازاي وريحته حلوة جدا. نشفيه بقى بفوطة ناشفة وسيبي الباب مفتوح شوية عشان يتهوى. بس كده بمنتهى السهولة الميكرويف بقى نضيف وريحته حلوة، متعقم بخل وليمون. بحب اعمل كده دايما بعد تسخين سمك، تسخين اي حاجة بتسيب ريحة في الميكرويف. ودول الطريقتين اللي انا بحبهم جدا في تنظيف الميكرويف، مية وخل وليمون او السبراي بتاع ماي واي. والازاز بتاعه بنضفه بالجلانس لان هو ازاز مراية، ودايما نضفيه اول باول عشان ما يتراكمش فيه دهون، يبقى سهل معاكي جدا.